انت بتخليك هون واذا بتلمح لمح لجوزها بتصفر لي دغري. اكل اكل صياده. اسمع انت خليك هون، حاكم دحام مثل مضيش عشت خالته. خلاص اتكل على الله، انا هون ادعي لي روح الله يفتح بوشها. خلو يرجع للعرس. شاهر 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 يا خاينة! وينك يا واطي انت وياه؟ خاينة! يخرب بيتك يا شاهر! بدك تفضحني! خلص خلص روح! لك انا تحلى روح! خلص روح! الله ما ليش الباب مفتوح؟ شيء والله انا سكرته، شو اللي فتحه؟ عفاف عفاف مين؟ أبو أدهم. أبو أدهم افتحي. لك شو بكي؟ شو في؟ شيء ليش عم تبكي؟ لك شو في؟ احكي! شاهر. شو بو شاهر؟ جلهون فات علي. شو؟ شاهر فات لهون؟ فتحتي له باب الأوضة؟ لا لا ابن عمي ما فتحت له. انت شفتي لشاهر؟ ايه ابن عمي شفته، وأول ما صرخت قلت لي هرب. للحرام يا باطي، مشان هيك ما بدي روح معي على العرس. علي جيري ما بيطلع الصبح الا هو بالتربيه. ابو ادهم ابو ادهم
خير عادي تشوفي. وين كنت؟ سألتك وين كنت؟ في واحد كنت لاحو عقيد وما لحقته. من هو؟ واحد شفته طالع من بيتك بغيابك وانت كنت بالعرس. بدك تسوي سمعته يا واطي؟ مرتب وعراضه بترفع الراس. اي أيوة والله مرتب. شو هذا يا شباب؟ في زلمه ملحوش بالارض. لك يا لطيف. لك هذا شاهر عياش. لك اي أيوة والله. ابو فهد حملوا معي خلينا ناخذه على الخسخانه قبل ما يصفى دمه. يلا يا رجال يلا. امين يا رب. شاهر عياش يا ثاني اهل الحاره. شوف شوف يا لطيف. قول ايه؟ قول يا لطيف. وكلي الله يا عم شاهر وكلي الله تقبريني بجوز يكون الخبر كذب. والله يا جماعة كسر داري. ريتني قبلة بالعمى. ريت يومي قبل يومك يا ابني. ريت يومي قبل يومك. والله كان قلبي حاسسني انه بده يصير هيك. دخيلكن وين يا شاهر؟ خدوني لعنده. خدوني لعنده. بدي موت معه. بدي موت معه. وحدي الله يا عم شاهر. وحدي الله تقبريني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا أخي يا حبيبي. يا شاهر. يا شاهر. يا حبيبي. طولي بالك. طولي بالك. حرام عليكي. أنت عم ترضعي. ما بصير ترضعي ابنك على زعل. راح الغالي. راح الغالي. وين رادو تركنا يا أخي؟ وين رادو تركنا يا أخي؟ يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الزلمة فيه روح بس الظاهر نزف دم كتير. هلا منضمن له جراح إن شاء الله بصير خير. يعني طمنا حكيم إن شاء الله بيعيش. طمن هاشم أفندي شاب ما شاء الله جسمه قوي. هذا الشيء بيساعده على إنه يعوض الدم اللي فاده. نحن بنعمل اللي علينا والباقي على الله. شو بيقربك؟ ابن اختي بدي اياك تدير بالك علي الله يرضى عليك. هذا واجبنا هاشم افندي. احنا ما منقصر مع حدا ان شاء الله. يا ابي وطاه ابو ادهم وينه؟ بعت له خبر مع واحد بس كانه تاخر. ابن عمي شو بيك؟ انت
انت لازم تروح ابن عمي، تقبرني مشان ما حدا يشك فيك. ما دام الزلمه مات وشبع موت. شو بدهم يقولوا اهل الحاره؟ كلهم طلعوا ابن عمي. لازم تطلع، الله يوفقك. ماشي الحال، انا هلا طالع. سكري الباب مليح وراي ولا تفتحيه الا اذا سمعتي صوتي. عم تفهمي؟ امرك ابن عمي. ما عرفتوا مين ضربوا يا ابو محمد؟ مين بده يكون يعني؟ اكيد هدول الزعران اللي تعالى معهم بالحاره. طب معقول ما عرفتوا مين هدول الزعران ومن انو حاره؟ لا والله يا عمي ما عرفناهم، بس يعني جاهر اكيد بيعرفون مين هن. خيرو؟ ايه يا ابي. خلينا نمشي يا ابي. ايه يا ابي، بس يعني خلينا نطمن على جاهر بالاول. خلص اطمنا يا ابي، ولا يهمك، ان شاء الله خير. تفضل. ايه خيرو، روح مع ابوك. والله يرضى عليك وتمر على ام شاهر بتطمنها وبتطمن كل اهل الحاره. وشوف لي بطريقك ليش ابوها متاخر. يا عراسي عمي عراسي. تمام شي مختار؟ الله معك هاشي ما في. يلا يا ابي. شرف يا ابي شرف. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو بقى ابو خيرون؟ اول ما وصل كان مجهود، بعدين وين شاهر؟ اخي شاهر خير مختار. افهد شو بوه؟ شو مختار قلي؟ اخي شاهر مات؟ وكل الله خليه، عم نقول لك اخوك بخير ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. علي عقيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو مختار شو القصة؟ عمي ابو ادهم اخي شاهر انقدر. وكل الله خالي عمار، لا تفاول عليه، عم نقول لك بخير اخوك. الله وكيلك الزلمه عايش وعم يحكموا جوا. الحمد لله الحمد لله. هدي بالك عمار هدي بالك، عم بيقول لك ما صار شيء. عايش معناتها انفضحنا.